تسلل الثوار إلى داخل الأحياء والمباني التي يتحصن بها جيش النظام وشبيحته. حرب شوارع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى خاضها الثوار. حيا حيا وبناء بناء مشط الثوار منطقة الاشتباك بعد أن حرروا العديد من الأبنية والأحياء وأجبروا من فيها من جيش النظام وشبيحته على التراجع. لم تكن طبيعة المعركة تحتاج سلاحا ثقيلا، إنما قلوبا حاضرة، فالمواجهة اليوم كانت وجها لوجه. اقتحمنا عدد مباني لخدها مسلين عليها الشبيحه، شبيحه طبعا اغلبها شبيحه مسلين عليها، اقتحمناها نحن والمجموعات المشاركه معنا في الفصائل وطهرنا. هلا لان هذا المبنى بس قبل البحوث، يعني ما في بيننا شيء بينهم. هذه الدماء دماء من؟ هاي دماء الشبيحه والجيش. نحن ما في عندنا الحمد لله ولا اصابه حتى الان، الحمد لله رب العالمين ما عندنا ولا اصابه. في هوني وفي المبنى اللي عندنا شيء مباني اخذناهم، ضل بس عنده تشبيح قدام البحوث تماما. هلا ضربنا وحده بالقاذف والثاني راح يضرب على القاذف ان شاء الله رب العالمين. يعطيك العافيه. اجبر الثوار الشبيحه وجيش النظام على الانسحاب بعد ان وقع من فيهم بين قتيل وجريح. استراحه محارب، هذا ما حصل عليه الثوار في هذا البناء المحرر للتو، حيث تتوفر فيه الكهرباء والمياه وتلفاز أيضا. استمرت آخر المعارك لأربعة أيام، حرر خلالها الثوار كامل ضاحية الراشدين، وبات الثوار اليوم على بعد أمتار قليلة من معسكر الجيش النظامي في البحوث العلمية. حررنا كافة الراشدين من جنوبها لغربها لشرقها لشمالها. نحن الآن مرابطون على سور البحوث، وإن شاء الله العمل القادم بأقرب وقت بدنا نضرب البحوث بإذن الله. كم تبعد البحوث عنكم الآن؟ يعني نحن على أسوار البحوث، في عناصر من الحمد لله رب العالمين تسللت للسور وأخذت مراكز ومراصد على السور، وأبعد منطقة نحن بعيد عنها 50 متر. عند ذاك العلم وخلف هذا الساتر يختبئ جنود النظام وشبيحته الذين فروا من ضربات الثوار في حي الراشدين في حلب. يستغرب الثوار التضليل الإعلامي والنفاق الكبير للقنوات الإعلامية للنظام التي تدعي سيطرة النظام على حي الراشدين وضربها أيضا للثوار فيه، بينما من يسود في هذا الحي الآن هم الثوار. من حي الراشدين في مدينة حلب لقناة أورينت نيوز، عبد الرحمن بكران.